في عام 2040 كيف ترغب بأن يكون مستوى دخلك؟ في عام 2040 كيف تود أن يكون صف مدرسة أحفادك؟ في عام 2040 ما هي الحصة التي ترغب بالحصول عليها من الأراضي الزراعية؟ في عام 2040 إذا كنت عطشاً أي كأس ماء تود أن تشرب؟ في عام 2040 كيف تود أن تكون الخدمات الصحية المقدمة لك؟ قد لا نختلف فيما يحقق الرفاه للمواطن عام 2040، ولكن ماذا عن اليوم؟ في مسارنا لما نريد في عام 2040 لابد لنا من اختيار أحد سبيلين. الأول أن يبقى معدل الإنجاب 3.8، والثاني أن ينخفض ليصبح 3 بحلول عام 2017 ويصبح 2.1 بحلول عام 2030. هذان السبيلان هما السيناريوهات المتوقعة للسنوات القادمة، وهما يؤثران في عدد المواليد السنوي. كما يتأثر حجم السكان بتلك السيناريوهات. كما تؤثر السيناريوهات على مختلف قطاعات التنمية. فمن الاقتصاد إلى التعليم.
والزراعة. والمياه. والصحة. وتعود الأسئلة مرة أخرى، ما الذي نسعى للوصول إليه؟ نعرف ما الذي نحتاجه، فلنعمل لتحقيقه. أخذ البعد السكاني بعين الاعتبار في خطط التنمية لكافة المؤسسات. مواجهة القضايا السكانية لا تقتصر على القطاع الحكومي، بل تمتد لتشمل كافة القطاعات. دعم المسؤولين ومتخذي القرار لقضايا تنظيم الأسرة الهادفة إلى ترشيد السلوك الإنجابي.